الآن راح نجي ناخذ هذا الكيس، كيس الزبالة، ونطلع نروح زيارة إلى غرفة الزبالة. طبعا لازم ناخذ المفاتيح عندنا ويانا، وهذه فتشي مهم على مود نفتح بيها كل الأبواب والأماكن اللي نحتاج نذب بيها الزبالة. خلينا نروح سويا الآن. الآن احنا متجهين على المصعد، نضغط هذا الزر، نفتح باب المصعد. طبعا هذا المصعد ما يشتغل الا باستخدام هذه اللي كنا عليها. خليها هنا، اضغط اي، هاي ناخذ المصعد ايجابي. وصلنا الان للاي. طبعا هذه المعلومات اللي على المصعد، ما ياخذ غير 13 شخص وماكس 1000 كيلو. حط باب المصعد. هذه هنا صناديق البريد، هذه اسماء الناس العايشين بالعمارة، كل واحد يجي ياخذ البريد مالته منه. معلومات واعلانات. نجي الان نطلع من باب العمارة، لازم نضغط هذا الزر حتى نفتح المفتاح. فتحت، ندفع، فتحت، طلعنا الان. السؤال اللي يدور ببالنا الان، هل بامكاننا رمي القمامة بالشارع احنا بهذا المكان امامنا؟ اكيد لا. اولا النظافة الشخصية، ثانيا الشبابيك اللي راح نشوفها الان ما جيران، ممكن باي سهولة اي شخص يطلع من الشباك ويشوف واحد يرمي زبالة يرفع تليفون ويتصل على جهة السكن اللي راح ترسل غرامة مالية لهذا الشخص اللي يرمي الزبالة بالشارع. ولهذا السبب الانسان ما يتجرأ على انه يرمي اي الزبالة والقمامة بالشارع. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، احنا نقول دائما النظافة من الايمان، وهذا الشيء اللي هو الشعب الاوروبي بشكل عام مطبقه، بالاخص بالسويد. النظافة من الايمان من جانب ديني، اما من جانب اقتصادي فهذه المواد اللي نرميها راح تروح باماكن مخصصة ويستفادوا من عندها بانتاج وتوليد الطاقة. بالاضافة الى جانب السياسي، الشخص اللي يستطيع ان يحافظ على نظافته ويرمي القمامة في مكانه الصحيح، اكيد هذا الشعب قادر على ان يختار القائد الصحيح والشخص الصحيح ويضعه في المكان الصحيح. نبدأ من هنا في غرفة الزبالة. هنا عندنا جائزة ينطوها للأشخاص اللي يلتزمون بترتيب النفايات في مكانها الصحيح، وهذولا صورهم بالمنطقة اللي محصلين على جائزة. وأيضا هنا عندنا تصنيف للأشياء اللي ممنوعة أنه ترمي. هنا عندنا الأشياء الكبيرة، قطع الكبيرة والحاسوب والأشياء الكيميائية، مواد كيميائية، وأيضا الأدوية. كل وحدة طبعا كاتبين عنوان هنا وين الشخص يقدر يرمي صنف هذه الأشياء. هنا لازم تروح بأماكن الصحيحة، وهنا لازم تروح للصيدلية وتنطي تنظر للصيدلية حتى يخلصون من عندها. يعني لا يصير نرميها بالمجاري ولا أيضا يصير نرميها بهذه الغرفة. خلينا نبدأ بهذه الغرفة ونشوف شنو الأشياء اللي بيها. نبدأ منها. أول شيء بها مي، هنا حنفية مال مي وأشياء للغسل والتنظيف، وهذه أيضا الناس اللي بالمنطقة يقدرون يستخدمون هذه الأشياء حتى يزقون الزرع وينظفون المكان. هذا أيضا موجود في أيام الشتاء والثلج، يستخدمه الشخص حتى يفتح الطريق إذا كان طريق مسدود بالثلج. عندنا هاي الحاويات الأولى، طبعا هي الغرفة بشكل سريع راح نشرحها بالتفصيل. شوفوا النظام الموجود بها. هنا اول الجرائد والاوراق والمطبوعات. هنا عندنا الاشياء اللي هي من اقلاص، يعني اشياء اللي من القزاز يحسميها الانامل، هذه صورتها موجودة. الغير ملونة، بينما هنا الملونة هذا المكان. عندنا العلب الكرتونية والأكياس الكرتونية والورقية والعلب أيضا.
احنا عندنا المعادن مثل ما هاي الصورة موجودة، علب المعدنية، هنا البلاستيك موجودة، اكياس وعلب البلاستيك ممكن نرميه هنا ايضا، هنا باقي الانواع النفايات ترمي بهذه الحاويات الخضراء حاطين مكانها، بينما بهذا المكان بقايا الطعام تنحط بهذه الاكياس، حاطيها يجي واحد ياخذها يخليها بالبيت عنده يرمي بقايا الطعام هنا ويحطها هنا حتى يستخدموها يحولوها الى مواد للطاقة. نفتحها نشوف كلهم راميها باكياس ورقية وذابيها بهذا المكان بقايا الطعام، واكو سلات ايضا واحد يقدر ياخذها البيت يحط بها اكياس ورقية ويرميها ايضا هذا الشيء. عندنا هنا بعض السلات ايضا اللي هي الاضاءة، لان اذا عندنا خربانات او شيء خليهن هنا، وهنا عندنا الباتريات الخربانة وخلصانة، وهنا عندنا الالكترونيات والشاحنات والاشياء البسيطة الالكترونية نقدر نخليها بهذا المكان ايضا. بالختام اتمنى اكون وصلت لكم صورة بسيطة عن حاوية النفايات الموجودة طبعا بالسويد بشكل عام، بالسويد بهذه النظافة وبهذا الترتيب وبهذا النظام اللي عندهم. انتظروني في حلقة قادمة في مكان آخر نستفاد منه، نتعلم أشياء جديدة ونشوف ثقافات الشعوب وكيف يتعاملون مع أبسط الأمور وأهم الأمور، ومن أصغر الأمور إلى أكبر الأمور يعملون على النظام، على الترتيب، على الجد والاجتهاد. شكرا لكم وإلى اللقاء.